ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ شايفين الصابون اللي بنتي عماله تطلع فيه ده والبلالين اللي عماله تطلع؟ خلاص كفايه، حلو جدا وبطريقه سهله قوي واقتصاديه ومش مكلف خالص، يعني مش هيكلفك اكتر من 6 7 جنيه. يعني بص، هو بصراحه مكلفنيش اكتر من 7 جنيه، يعني حلو جدا وموفر، وهيعمل لك من كيلو صابون هنعمل 10 كيلو صابون. شايفين مكونات عندنا في البيت؟ هو بقشر استفندي. تابعي معانا الفيديو للاخر. يلا بينا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده هنعمل مع بعض صابون سايل حلو جدا، يعني بقشر الاستفندي. عندك قشر استفندي، قشر ليمون، قشر برتقان، تعملي بيه اقوى صابون سايل ممكن تشوفيه في حياتك، احسن بتجيبيه من بره 100 مره، بطريقه حلوه جدا وحيله نعملها مع بعض. سهلة جدا وهتعمل معانا قوام الصابون، هتشوفوه بنفسكو. تابع معانا الفيديو للآخر وشوفي طريقة الصابون الكاملة بمكونات نرميها، وحاجة حلوة جدا. عايزة اقولك قشر السفنج ده والليمون والبرتقال لو عندك، يعني بيشيل اي زفارة اي ريحة، بيخلي ريحة المواعين تبرق معانا وريحتها حلوة جدا. بصوا هنحط القشر السفنج دوت، وفي كمان قشر ليمون، نحطه كده في ميه، في لتر ميه، ونغليه على النار. نرجع لكم تاني. بصوا حطينا اهو في كسرولة معانا، نفضي عليها الميه، نجيب ميه تاني، نجيب كمان لحد ما يبقى اللتر كامل. بس كده نحطها على النار تغلي كده ويطرى معانا ونرجع لكم. بصوا ده يا حبايب قلبي بعد ما اتعمل خلاص على النار، بصوا ده خالص اهو، مش ناقص بس ان احنا نخلطه في الخلاط، نزل بس مهدى كده عشان الخلاط بتاعنا يبرد حبه، وبعدين هنخلطه. بعد ما عصرناه في الخلاط اهو، بعد ما برد صفي كده حبه حبه، احنا عايزين بس السايل منه، مش عايزين اي ايه تكتلات دي. احنا بقى هنصفيه كده معانا ربنا ونرجع لكم. بصوا حبايب قلبي، احنا كده صفينا خلاص الخليط بتاعنا، طلعنا هنا التفل اهو، ده طبعا مش هنرميه، هنحتاجه هنعمل بيه برضو وصفات تانية وماسكات وحاجات، ممكن نحطه في فريزر معانا. اهوت المية بتاعتنا اللي هنحولها لعشرة كيلو صابون سايل. تعالي نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنحط هنا نيشة بالشكل ده، دولت 8 معالق صغيرين. هنحط هنا ملح ليمون معلقة صغيرة، هنحط هنا كربونات صودا دي حوالي معلقة ونص، دي كده حوالي معلقة ونص ما كنت شايليها. ونقلب بقى الخليط كده بالشكل ده. بص عامل فوران ازاي، طبعا معروف كربوناته. بصوا بقى معانا اصلا صابون من غير حاجه، بصوا فوران صابون ونظافه وريحه وقوام حلو جدا. بصوا من غير اي حاجة، مكونات احنا بنرميها بحاجات بسيطة جدا، يعني قشر سفندي بيترمي، قشر ليمون، نشا، يعني كلفناش اي حاجة. كل بقى الموضوع احنا نحط عليهم، نجيب 2 كيلو صابون سايل من عند بتاع الصابون، تمام، ونحطه على القوام ده، هيزيد معانا وهنشوف الروعة عاملة ازاي والريحة عاملة ازاي. اي بقى زفارة اي مواعين هتبرق معاكي، واي ريحة في اي مواعين هتتشيل. شايفين؟ نحط كده. بصوا كمية كبيرة ازاي. بصوا بقى حبايب قلبي، هنضيف بقى عليه هو لتر صابون، عايز اقول لكم ده ب3 جنيه، يعني حاجة حلوة جدا، بس من واحد هنا كده عنده ضمير شوية. هنفضي كده على المكون اللي احنا عملناه، قشر الاسفنجي
مع النشا هيكتر معانا الخليط جدا. شايفين ما شاء الله، بصوا حولناه ل10 كيلو. شايفين؟ بصوا يا جماعة، بصوا البلالين، بصوا البلالين عاملة ازاي، حاجة كده تحفة. بصوا صابون بجد تحفة، العيال بتلعب بيه، ونديهم شوية كده بقى بخرطوم يقعدوا يعملوا بلالين. بصوا حلو جدا، بصوا حلو جدا، وريحته بقى، بصوا بلالين، يا نهار بلالين، حلو جدا. لو بقى اطفالكم واطفال الجيران بقى يقعدوا يلعبوا بالصابون اللي احنا عملناه. خلاص كفاية. بصوا الصابون ما شاء الله كمية حلوة جدا. عايزة اقول لكم كل ده مكلفنيش يعني 5 7 جنيه بالكتير، يعني عمل معاكم كمية كبيرة جدا من الصابون. شايفين قد ايه؟ وصابون، وهنجربه كمان معاكم دلوقتي، هنجيب الليفة دلوقتي ونجرب كمان معاكم الصابون دلوقتي. بس يا جماعة بلالين قد ايه؟ حلو جدا. بص صابون حلو قوي قوي، وهنجربه دلوقتي كمان بالليفه. السلكه بتاعت المعينه اهي، بصوا ناشفه خالص اهي، من غير اي حاجه، من غير ميه، من غير اي حاجه. شايفين الصابون بتاعنا اهو، شايفين؟ بصوا قوامه، بص ما شاء الله كتير ازاي، مكلفناش اي حاجة والله، موفر جدا. شايفين؟ هنغسل بيه بقى الكوباية دلوقتي. بصوا، وعايزة اقول لكم الريحة والله تحفة تحفة، وهيلمع الحاجة معانا. بصوا الرغوة، بصوا الرغوة، بصوا يا جماعة، بصوا حلوة قوي. بصوا هنغسلها دلوقتي، بصوا الرغوة، كله صابون. شايفين؟ من شوية نشا وقش استفنجي وهو كده صابون. بص هنغسلها وارجع لكم. بصوا يا جماعة الكوباية رجعت جديدة، بصوا بتبرق، بصوا حلو جدا. جربوا التركيبة دي هتعجبكم جدا، وبصوا بتلمع ازاي، حاجة كده تحفة. جربوها هتعجبكم، بص اكنها كوباية جديدة والله. بصوا بس هتاخد بالصابون كده عشان اعمل اضاءة اهو. شايفين؟ وكمان ناعمة جدا، يعني خايفة تقوم تتكسر، ناعمة جدا جدا، وأكني حاطة جليسرين والله. يا ريت تجربوا الطريقة، وتعليقاتكم بقى جميلة وكومنتاتكم الحلوة. اشوفكم في فيديو جديد، ولو لسه مكملة معانا الفيديو للآخر يا ريت اشتراك ولايك، ومتبخليش علينا بلايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.